مرحبا، كيفكن؟ أنا ماري. فيديو اليوم قررت أعمل سلسلة لتعليم الرسم، تكون سهلة وبأدوات بسيطة. إذا بتحب أعمل هيك شي اكتبوا لي تحت بالتعليقات حتى أعمل أجزاء أكتر. بفيديو اليوم رح أعلمكن كيف نرسم العين بطريقة بسيطة. أول شي رسمت دائرة لحدد شكل بؤبؤ العين، وبعدها رسمت شكل العين والجفن، وطبعا اكيد بخط خفيف لحتى اذا كان في غلط بالرسمة نقدر انه نصلحه. وبعد ما نخلص الشكل بنرجع بنحدد الخطوط بخط اغمق، بعدين بنبلش تظليل داخل بؤبؤ العين. بنبدأ بحدقة العين وهي عبارة عن دائرة صغيرة وبتكون غامقة، واطراف البؤبؤ كمان بيكون غامق. وبعدها منفتح بالوسط وبنعمل خطوط عشوائية وبندمجهم. بعد ما ندمجهم بنرجع بنغمق المناطق اللي لازم تكون غامقة، اللي مثل ما قلت لكم هي الحدقة وأطراف العين. وكل ما دمجنا بنرجع بنعمل نفس العملية اللي هي تغميق الأماكن اللي لازم تكون غامقة. بعدين بنعطي لون خفيف للمنطقة اللي بيكون لونها أبيض، صراحة ما بعرف شو اسمها، إذا عندكم فكرة اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وبنعطي كمان شوية لون لمنطقة الجفن. بعدين بنبلش مرحلة رسم الرموش. أول ما بدنا نرسم الرمش بيكون في ضغط على القلم، وكل ما بدنا نطلع بالرمش بيخف الضغط على القلم، وانتوا بتحددوا كمية الرموش اللي حابين تحطوها. وطبعا الرموش اللي بتكون من فوق بتكون أطول من الرموش اللي تحت. الرموش اللي من تحت بتكون أقصر وأخف من الرموش اللي من فوق. وآخر شيء عنا شكل الحاجب. أول شيء منحدد شكل الحاجب. الحاجب هو عبارة عن خطوط، هو ما نرسم مستطيل ونلونه أبدا. أنا بفضل أنه نرسمه على شكل خطوط عشوائية، بحس أنه بيعطي شكل طبيعي أكتر. هاد كان الفيديو لليوم. إذا عجبكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. وإذا حبيتوا هاد الفيديو وحابين أعمل سلسلة كاملة اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وشكرا كتير انكم حضرتوا الفيديو. باي.